شكي دار معاه اللقطة الله يمشي شارع في الماتش لا سير سير أخو يا صاحب يا صاحبي شوية 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 آه سير آه غانم سايس أخوي سايس شوما دوماج يعني بديها 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 يا ليل هو هو نعز بوفان ما عليك يقفل انا بوفان ماذا قلت لكم يا المغاربه ستبتسمون ستعمرون اول حاجه السلام عليكم انا كمشجع مغربي وكعاشق الكره القدم وكعاشق المنتخب الوطني المغربي اليوم جيت نعلق على المباراه ديال المنتخب اللي كانت نشوفوا دون مستوى من جميع النواحي من ناحية الأطاك كنا كنعانوا بمقوش غياب اللاعبين اللي كانوا مصابين بفيروس كورونا منهم أيوب الكابي تقريبا جميع رؤوس الحربة والمستوى ديال المنتخب اللي كنا شفناه في المونديال اللي كنا ديجا كانت لعبة ضد البرتغال المنتخب الإسبانيولي ماشي نفس اللعب اللي لعبته مع المنتخب الأفارقة الصراحة الماتش داز دون مستوى المباراة كانت دون مستوى ماشي لذلك الدرجة كانوا محاولات كانوا إصرار ديال اللاعبين شفنا أشرف حكيمي ماشي نفس العطاء اللي تيعطي في الفريق ديالو باريس سان جيرمان ماشي هو نفسه اللي عطاه في هذه المباراة ديال المنتخب الغياب ديال الكعبي كان غياب محزن وكان وعانينا من الامام وبالنسبه للمدرب خليل وزيتش راه هو حاول يرقع الماتش وصافي ماشي كيما اللي تفرج في المباراه راه غيشوف باللي راه بالنسبه لجميع اللاعبين راه كانوا لاعبين اللور شي لعبه لي كونتر اتاك وشفنا غياب ديال الجمهور اللي كان هو ديما تعطي الموتيفاسيون للعابه هو اللي تزيد بهم القدام بالنسبه للملعب كان رديء والبنيه التحتيه ديالو كانت رديئه حتى هي ماشي غير مناسب لخوض فيه المباراه وبالنسبه لهذه المباراه هذه كانت نجي ديالها مزيانه عجبتني لان لعبنا على ما اظن الفريق غينيا هو واقوى فريق في المجموعه اللي طاح فيها المنتخب الوطني واليوم انا كنتصدموا بغياب اللاعب بدر بانون الاصابه ديالو واللي غيغيب لمده 3 اسابيع حتى 4 اسابيع واللي اليوم تم التعويض ديالو باللاعب بن شرقي وكنتمنى الشفاء العاجل لجميع اللاعبين ديال لاطاك باش يرجعوا ترجع الحيويه ديال المباراه ونرجعوا نشوفوا المنتخب كتربح 3-0 4-0 وديما مغرب وديما مغرب المهم اخويا الاداء اللي كنا الاداء اللي تفرجنا اليوم كنا متوقعينه نظرا للظروف اللي تلعب فيها الماتش وبنادينا التشكيله اللي تلعب بها اللهم الحمد لله بعد على هذه واحد الزيرو اللهم خرجوا بواحد الزيرو اللي يصدقوا من مرمدونا عاوتاني بالنسبه اخويا اللاعبين راه هذا الشيء اللي عطى الله راه دخلت يلعب بالنسبه للديفونس حمر كاين اريدر وكاين حكيمي كاين سايس كاين ديك املاح بالنسبه للمشكل لقينا الوسط غياب ديال امرابط غياب ديال امرابط اللي مدخلوش في اخر دقائق ديال المقابله بالنسبه خويا بحال التيرانات وهاد الماتشات ديال افريقيا كنا بغينا نشوفوا لاعبين البطوله المولفين هاد الاجواء هادو المولفين خرجوا يلعبوا في مباريات اللي عندهم الارضيه على قد الحال كنت نتوقع نشوف الشيبي ورحيمي اساسيين في المباراه مي الحمد لله بعدا لما اول مباراه الاولى ما نحكموش على المنتخب المباراه الاولى نشوف الماتش الثاني ويحل الله هذيك الساعه لاطاك بالنسبه لاطاك تقول قدر الله ما شاء وفعل المهم الحمد لله اللي حضر يعطي كاين تعود
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.